مرحبا برج الثور، أهلا فيكم في القراءة العاطفية. القراءة راح تصلح حق الطالع الشمسي وأيضا القمري. مثل ما وعدتكم المرة، القراءة راح أقسمها إلى 3 مجموعات. عندنا المنفصلين والعزاب وأيضا المرتبطين، ما عدا العلاقات الثلاثية لأن أشوف أنها تحتاج فيديو لحالها. كل مجموعة عندها 3 أسئلة وثلاث أجوبة. نبتدي بمجموعة المنفصلين، وأول سؤال: ما هي مشاعر الشريك تجاهك الآن وأثناء فترة الانفصال؟ عندنا 4 الأقسام. هذا الكرت يعني الاستقرار. أحس أن شريكك حاليا فاقد الاستقرار النفسي والعاطفي، يحس أنه فقد شخص كان لما موجود بحياته، حياته كانت كاملة مريحة سهلة، ما يحتاج شيء، ما يفكر بشيء، ما يخاف من شيء. الأمان، فقد الأمان لما فقدك. أنت برج ترابي، وجودك دائما يحسس الآخرين بنوع من الطمأنينة، فشريكك يحس أنه هو خسر جزء مهم من استقراره الداخلي. 6 الأكواب، ويحس أيضا أنه هو عن طريقة، يمكن احتمال طريقة شلون أنهى العلاقة، شنو قال لك لما كانت العلاقة راح تنتهي أثناء الانفصال هني، المحادثة اللي جرت بينكم قاعد يتذكرها، ويتذكر حتى أن الطريقة اللي أنهى فيها الحديث معك وطلب الانفصال، أو أنت ممكن طلبت الانفصال، أنه هو حرق أو أنهى كل السبل اللي ممكن حتى يرجع فيها بكرة يكلمك فيها مرة ثانية. يعني كأنما مثل شخص معزول على جزيرة، الطريقة الوحيدة أنه يطلع من هاي الجزيرة هو القارب، حرق هذا القارب الخشبي، فما في طريقة عشان حرق أو أنهى، استنزف كل السبل الأخرى عشان يتواصل معه بسبب طريقة تصرفه. عنده نوع من الندم، الأسف، ولكن يحس أيضا هو أن أسفه جاي متأخر. 10 الأغصان، قاعد يقول بينه وبين نفسه، يحس أنه هو من الداخل فاشل، عنده طاقة شوي، يحس أنه فشل، يحس أنه مو بس خذلك أنت، حس هني في الطاقة مو قاعد يفكر فيك أنت كثر ما يفكر بنفسه. عندنا طاقة الأبراج النارية جدا واضحة، قوس، حمل، أسد، خصوصا الأسد هني أحسه. يمكن وايد هذا الشخص كان يفكر دائما بنفسه، فحتى الحين أثناء الانفصال يفكر بنفسه. شعوره تجاهك أنه هو اللي فشل، أنه هو اللي خسر، أنه فقد شخص غالي عليه، فقد شخص احتمال في السابق ما كان عارف قدره بالضبط. أوكي. السؤال اللي بعده يا منفصلين، ما هي هل الشريك راضي وسعيد بالانفصال؟ الكوب الأول، أحس هذه طاقة أول شهر شهرين من الانفصال. الكوب الأول يقول أنا سعيد، أنا أخيرا تحررت، أنا الحين أقدر أسوي الأمور اللي دايما كان بمخيلتي أسويها، أكلم الإنسان اللي كنت أريد أني أكلمه بس كنت مرتبط، أتعرف، أتزوج، أخذ حريتي مرة ثانية، أسوي اللي براسي. في شيء كان براسه كان يمكن يمنعه وجوده معاك في العلاقة في السابق، ولكن لما حصل حريته يقول الحمد لله. هذه أول فترة فقط. 3 الخماسيات، أشوفه دخل في علاقة أو حتى علاقتين أو أكثر بعد فترة الانفصال وسريعا. يعني هاي الأشخاص ما تعرف عليهم بعد الانفصال، عشان أكون صريحة معاك يا برج الثور، هذين الأشخاص كانوا في حياته وأنت أيضا أثناء وجودك في حياته كانوا موجودين، ولكن كانوا على جانب، فالحين رجعهم إلى الصفحة الرئيسية معه، وابتدأ يدخل في نوع من العلاقة الثلاثية أو علاقة مع أكثر من شخص، أو بقولك علاقات عابرة، علاقات تسلية بالنسبة له. قاعد هني يحاول يوجد لنفسه مرشح عشان يستبدلك فيه، قاعد ينظر إلى المرشحين. ولكن شنو صار بعدين؟ أول فترة كان سعيد بالانفصال، والحين يعاني من 7 الخماسيات. الحين من اللي قاعد يدفع الثمن؟ أهو، لأن أحس هني إن برج الثور هو خذلك. دائما يقولون اللي يتعافى بالأول بعد الانفصال هو اللي يكون كسبان، لأن على المدى الطويل اللي يتعب أول فترة انفصال بعدين يتعافى هو اللي طريقته صح. أما اللي في البداية يكون سعيد، يكون مو مهتم، يكون يقول الحمد لله عندي خيارات أخرى، عندي أشخاص ثانيين أوريدي كانوا ينتظروني، يريدون أن يكونوا معاي، على المدى الطويل هو اللي بعدين يستوعب أنه خسر شخص عزيز وحرق
واستنزف كل السبل عشان حتى يرجع فيه لها، ما عنده وجه يكلمك هني، مو مستحي منك انه ما لحق يشوف رقم ستة، رقم ستة هو رقم الحق، ما لحق انه يرجع يكلمك بعد كل اللي سواه، والحين هو استوعب هذا الكم من الخسارة. الكم من الخسارة هو سبعة، سبعة وضعنا الكثير من الجهود، استنزفنا الكثير من الطاقة، زرعنا الكثير من البذور، ولكن ولا واحد من هاي البذور تحولت إلى شجرة، أثمرت. ولا واحدة من هالعلاقات اللي جرب يدخل فيها يستبدلك عن طريقها أثمرت، كلها توقفت، كلها وصلت إلى مستوى معين توقفت. أحس لأن هذول الأشخاص ما يفهمونه، ما يستوعبونه مثل ما أنت كنت تستوعبه، أنت كنت منفتح العقل أكثر معه. فابتدت بسعادة بالانفصال وانتهت بأسف شديد، متأسف، ولكن في نفس الوقت أحس عنده طاقة مكابرة، لأن هني الثلاثة جنبها السبعة. أمام الناس عنده وجه، يعني حتى لو يمكن تتابعه في السوشيال ميديا في الانستغرام تشوف أن حياته على أفضل وجه، ما تغير فيها شيء، الصور، التعليقات، المنشورات اللي كان حطها في السابق على أي برنامج نفسها اللي حطها الحين، ولكن تغير شيء على مستوى نفسه. ترى هو مهزوز، مهزوز ومكسور من الداخل. أوكي، خلينا نشوف آخر سؤال. ما هي خطوته القادمة معك؟ ملكة النار رح يستمر في بعدين طاقة المعاندة، أحس إنه يحوم حولك، يرسل أشخاص يسأل عنك، هو أيضا يراقبك من بعيد، هو أيضا يحرص إن أنت تسمع بأخباره. الملكة هي اللي توصل لك أخبارها، هي اللي توصل لك سمعتها، يسوي أشياء، يحاول إنه يرد يدخل في محيطك، يدخل في تفكيرك عن طريق إنه يخلونك تسمع إنه مثلا فلان اشترى، فلان راح يخطب، فلان راح يشوف بنية، فلان يبحث عن شريك، حتى بغض النظر عن الجنس يبحث عن شريك من أجل الارتباط، ولكن أحسها مجرد مسرحيات، تقديم الكثير من المسرحيات، لأن لحد الآن في طاقة العناد والمكابرة. بعدها عندنا هني بعد ملكة النار Page of Wands، الغصن الصغير، يرسل أشخاص، يستخدم أشخاص معينين من هذين، لأن هذا الغصن طاح تحت ثلاث الخماسيات، يستخدم أشخاص معينين على أساس أداة ضغط، على أساس أنه يثير غيرتك من أجل أن تقبل الرجوع، خصوصا إذا كان برج ناري. إذا كان برج مائي يمكن ما يسويها بهذا المستوى من العناد، ولكن برج الناري أحسه راح يكون جدا عنيد معك. أوكي، أعند من الهوائي، أعند من المائي، برج الثور راح جدا يحاول أنه يستفزك من أجل أن أنت مثلا ترجع تفتح معاه محادثة وتسأل عن أخباره، أو يحاول أنه يثير فضولك عشان يتكلم معك عن أخباره، يفتح باب مرة ثانية. ولكن ما أشوف رجعة هذه من النوع من الرجعة اللي يرجع مثلا يعتذر أو يرجع يحط النقط على الحروف، لا، يرجع يقول لك راح أتكلم عن حياتي، راح أتكلم عن مغامراتي، مع أنه يكابر، مع أنه يريدك. أربع السيوف، هذا النصيحة لك أنت، أحسها هذا الكرت، مو هو اللي راح يسوي هذا الكرت، لأنه أحسني مثل ما قلت لك يستخدم أدوات ضغط واستفزاز، ولكن مو قاعد يتحرك، مو قاعد يواجهك ويقول لك أنا آسف ممكن نرجع لبعض، مو هاي الطاقة، يستفزك، يبيك أنت اللي تفتح الموضوع. فالنصيحة لك أنه اللي داخله بالإذن اليمين طلع بالإذن الشمال، ما تصدر أي ردة فعل، تكون في طاقة مثل الغيبوبة، ما تتصرف، أعصابك باردة، هدوء تام، عدم الرد رد. هذه النصيحة لك أنت، لا تسمح لي يستفزك، لأن عشان يرجع يكون عارف غلطة لازم يواجه، لازم يدوس على كبرياءه ويقول لك أنا غلطان، هذا اللي أنت تستحقه، مو أقل من كذي يا برج الثور. خلينا نشوف الحين قراءة العزاب. أول سؤال للعزاب، خلينا نشوف مواصفات الشخص القادم في طريقك. ستة الخماسيات، ملكة الأرض، وبعدها كرت برج الجوزاء. عندك هنا طاقة ترابية، احتمال أنك راح أيضا هذا الشخص يكون برج عذراء، جدي أو ثور، أحد هاي الأبراج. عندنا أيضا الجوزاء، القادم في طريقك شخص جدا كريم واجتماعي،
احب مساعدة الاخرين، احب كل الناس، يحترم كل الناس، انسان جدا ما يحب يشوف شخص محتاج وما يساعده. فطيبة معاملته كأنما انت راح شوي تغار، راح شوي تغار، لان طيبة معاملته مو حصرا عليك انت، انت كأنما قاعد تفكر اول ما تلتقي فيه هو عامل كل الناس بهذه الطريقة الجيدة، فليش انا مميز؟ انا اعتقد اني مثلي مثل الاخرين، اوكي؟ ولكن في شيء، في شرارة شيء ثاني راح تكون بينكم، شرارة هو من جانب هذا الشخص، في شرارة اهتمام اكثر فيك. عندنا هني برج الجوزاء يقول لي كرت العاشقين انه ممكن راح يكون جدا سول ميت او توأم الشعلة، توين فليم. ممكن ايضا هذا الشخص من مواصفاته اما عنده توأم او خوات توأم، اخوان توأم، في عائلته في توائم، عندهم جينات التوائم. يمكن انت راح تلتقي مثلا اول شيء اذا كان هو رجل، راح تلتقي اول باخي ثم باهوة، واذا كانت امرأة راح تلتقي فيها في اختها اول ثم هي. في هني شيء يخص لقاء العائلة اول عن طريق يمكن معرفة. انزل السؤال اللي بعده، وظيفته وشكله. عندنا Page of Pentacles، الخماسي الصغير. شوف هني ملكة الأرض، وشوف هني الغصن الأول، وظيفته وشكله والكوب الأول. انزين، مو قلت لك أول شيء راح تلتقي فيه احتمال كبير كأنما الالتقاء يكون عن طريق الأسرة، عن طريق صدفة بين الأسرة، شيء كذي. هذا الشخص مسؤول في وظيفته عن تدريب الأشخاص الأصغر سناً، هو يأخذ على عاتقه هاي المهمة، لأن قلت لك إنسان يحب الناس، اجتماعي، يحب إنه يأخذ الناس اللي ما عندهم خبرة ويكون مسؤول عنهم، مرشد، مدرس، يمسك بيد عصا، عنده نوع من الإرشاد، نوع من المساعدات. وظيفته الرسمية يملك فيها كرسي كبير من أجل الجلوس، وظيفة مريحة، أموالها جدا ممتازة، ما يضطر فيها أن يتعامل مع الناس حتى أو يسمع شكاويهم، ولكن هو يأخذ على عاتقه هاي المهمة لأنه يحب الناس، لأنه من أسرة جدا محترمة، جدا ما بقول لك متدينين، محافظين، محترمين، ناس ونعم الناس، أوكي؟ وأهم اللي أشوفه هني هو في البداية أنت تثير فضوله، فيبي يتعرف عليك، يبي يكلمك أكثر، ولكن الأهل أشوف أهله على طول راح يشجعونه أنه يستبق ويأخذ خطوة الزواج والارتباط الرسمي. راح يكون في تشجيع من أهله، هو يمكن شوية خجول، يمكن شوية ما يبي أنه يغلط في من ناحية العادات والتقاليد والأعراف، لكن راح يكون في تشجيع من أجل التعارف والتوفيق بينكم من قبل الأهل، من قبل أحد خواته يمكن جدا بعد. بعد أحس هني أحد الخوات إنه يمكن، أو أحد حتى الإخوان، أحد يلتقي فيك ويحاول يعرفكم على بعض. شكله جدا وسيم، جدا حنون، مريح، إنسان لما تنظر إليه تحس بالراحة، ما تحس إنه في شيء متعب بشكله أو حتى يخليك تفكر، يعني بما معناه إما وسيم إما مقبول، كل شيء فيه وسط، معتدل. إنزين، السؤال الأخير، كيف تتصرف معه؟ الخماسيين، كأنما النصيحة لك هني إن ما ترفض هذا الشخص من أجل مثلا إذا كانت عندك تجربة سابقة فاشلة، إذا كنت لحد الآن مثلا ما انفصلت على وشك الانفصال، إذا أنت مطلق، أرمل مثلا، لا حتى عندك مثلا عندك دراسة في الجامعة وتقول ما أقدر، ما عندي وقت، عندي امتحانات، عندي كذا، عندي كذا، التاروت هني يطلب منك أن تتخلص من طاقة الأعذار وطاقة ما أقدر. حاول أن تمسك بالخماسيين في نفس الوقت، تمسك بالشريك، تفتح الباب للشريك وتكون موجود معه، وأيضا الأمور الثانية التي تشغلك مهما كانت، عمل، دراسة، شخص ثاني، لا تغلق الباب في وجه هذا الشخص حتى لو مثلا أنت أصلا كنت مثلا في علاقة مثلا. لحد الآن ما في خماسي وقع في حضنك اللي هو خماسي الزواج، فخلي الأمور مفتوحة، خصوصا إذا كنت في علاقة مو زواج يعني. انزين، عشر الأقساط، تخلص من في باجج، الباجج هو المتاع اللي نحمله على ظهرنا أو الأمور السيئة اللي ناخذها من علاقات انتهت
انتهت التجارب فاشلة، ونكون لحد الآن ما سامحنا فيها نفسنا ولا الشخص الآخر. علاقة مضت ما سامحنا فيها نفسنا ولا الشخص الآخر، فلما يأتي شخص جديد نعطيه نقط عليه هذا الحمل، نقول له أنت مثل هذاك، أنت أيضا كذا، الرجال كلهم كذا، النساء كلهم كذا، تحمل نفسك وهذا الشخص ذنب مالكم خص فيه. تخلص من هذا الإحساس بالذنب، إنزين، عشان نفسك وعشان أيضا هذا الشريك. لازم تتخلص من الذنب والمشاعر، التجارب اللي أخذتها على عاتقك من العلاقات السابقة. قاعد أشوف هني كأنما برج الثور إما كان متزوج سابقا أو لا تجربة حب ما تكللت بالنجاح، عشان كذي مو وايد متشجع. الكوبين، عط هذا الشخص الثقة، الأبواب المفتوحة، الصفحة الجديدة، الصفحة الجديدة اللي ما فيها كتابة أي شيء، ما فيها أي كتابة مو ملموسة من أي شخص ثاني. هذا الشخص من حقه معك، من حقه عليك إنه لما تأتي تحاسبه عليه على تصرفاته أهو، على معاملته أهو، مو على تصرفات غلط مثلا هو ما يسويها بس شخص ثاني كان سواها لك في السابق. قلت لك احنا ما نتخلص من الباجج او متاع العلاقات السابقه بسهوله، نظل حاملينها معانا طول العمر. اي الرجال كلهم الا مثلا ما يخونون في مرحله معينه، النساء كلهم الا ما يوصلون لمرحله يهملون فيها نفسهم، هاي نوع من التفكير. اوكي، الكوبين هني موجود، يقول لك عندنا الكوبين، عندنا ايضا كارت السول ميت مع بعض، يقولون لك ياكدون عليك ان في طاقه عشق، حب، تكافؤ. تكافؤ يعني راح تحصل شخص يستاهلك، تستاهلون بعض. آخر مجموعة، المرتبطين. أول سؤال، كيف يراك الشريك؟ ملكة الأرض، طبيعي برج الثور يكون ملكة الأرض، معطاء، حنون، قاعد تهتم بالآخرين، قاعد تعتني بكل اللي حولك، ما قاعد تقصر، ما تفكر بنفسك، عندك إيثار. ستة الأغصان، أشوفك إن أنت ماخذ على عاتقك مهمة مو بس انك تشيل مسؤوليات وهموم الاخرين، ولكن حتى مهمة انك تسعدهم. يهمك وايد ان اللي حولك يشتغلون مثلا تحتك، يشتغلون معاك، ما يكونون فقط مكتفئين ماديا، حتى همومهم وسعادتهم ماخذها على عاتقك. شريكك يشوف، هني عندنا كارت العالم الهاي بريستس، شريكك يشوف انك انما انت قاعد تحمل نفسك الكثير في فترة قصيرة. يعني انت مو مهمتك مثلا، حتى لو انت تعامل الناس الطيب وهذا الشيء جيد، هذا مو شيء سيء، ولكن مو مهمتك ان تسعد وترضي كل الناس او تفكر بكل الناس او تفكر برأي الناس فيك. شريكك كأنما قاعد يقول اهني العالمة ما تتكلم، ترى قاعد يراقبك من بعيد، يقول انا ما ابي اتدخل، ما ابي اسوي شيء ضايق برج الثور. عندنا أيضا الكثير من طاقة النار اللي قاعدة تتكرر، طاقة برج الحوت. ما أبي أتدخل، ولكن أتمنى أنه يحس من نفسه عشان ما يظل يعطي وقته واهتمامه وجهده لكل اللي خارج الزواج، خارج العلاقة. كأنما يقول لك ركز معاي، ركز معاي، وأنت مو مهمتك أنه تسعد كل الناس وتكون وصي على كل الناس، هاي طاقته. إنزين، ولكن هو فعلا معجب بي، عطائك، بكرمك، بحنيتك. حتى السؤال اللي بعده، ما هي نقاط قوتك في العلاقة؟ ثمانية الأكواب، أنت والحزم ما تمشون مع بعض. إذا أنت والحزم ما تمشون مع بعض، فشريكك يشوف أن أنت والسعادة والهدوء والسلام دائما تمشون مع بعض. إنسان يلاقي حولك السلام، تساعده على التخلص من العلاقات اللي ما منها فايدة، الأشخاص اللي ما منهم فايدة، حتى الأخطاء. ما عندك مشكلة انك بسرعة تسامح، بسرعة تنسى، بسرعة تعفو، بسرعة تعطي شخص جديد فرصة ثانية. الكرم العاطفي والنفسي من نقاط قوتك مع شريكك، ان انت ما تظل مثلا تزن عليه او تعيد وتكرر عليه غلطة هو سواها قبل شهر او تقصير مثلا. حتى البالانس او تيمبرنس، كارت برج القوس والغصنين. انزين، احس ان هني في طاقة الماء شريكك، خصوصا اذا كان برج ناري، يشوف ان انت عندك نوع من الذكاء العاطفي الكبير،
تعرف شلون تتعامل مع الآخرين بدون ما تشوف، لأن هذا الملاك اللي في كرت برج القوس يخلط الماء في الأكواب بدون ما الماء يلامسه شخصيا. تعرف شلون هني صح عندك قاعد تحمل كثير من الهموم، بس تعرف أنت هاي من نقاط قوتك أن تعرف تحل مشاكل الآخرين، تعرف تدخل وتطلع من مشكلة مع الشريك مع غير الشريك من دون ما تأثر عليك نفسيا، من دون ما تأخذها على صعيد شخصي، من دون ما حتى تخليها تأثر على العلاقة. تعرف شلون توازن نفسك توازن العلاقة. الغصنين أنت شريك ممتاز، أفضل شريك يمكن حتى كان يتخيله الحبيب هنا عندك، دعمك ثقتك فيه تشجيعك تحفيزك له، أنت مثل العمود الفقري لشريكك وهذا من نقاط قوتك. آخر سؤال، كيف التوافق بينكم لشهر 8؟ هذه الطاقة العامة اللي راح تكون بينكم، 4 السيوف، طاقة جدا هادئة مسالمة، فيها راحة فيها طمأنينة فيها التوقف عن كل شيء سيء كل شيء سلبي، راح يكون في هدوء عام بينك وبين الشريك. 6 الخماسيات وكارت العدالة كارت برج الميزان. من ناحية الأمور اليومية بينك وبين الشريك راح تكون جدا هادئة، ولكن إذا اثنينكم أو أنت أو شريكك كنت تنتظرون أو تطالبون بمبلغ من المال، سواء كان ورث سواء كان نفقة سواء كان أي قضية في المحكمة تطلبون فيها تعويض وأموال، هذه الأموال راح تساعدكم راح تعينكم راح تكسبون القضية، وهذا أيضا يساعدكم على أن تحصلون على شيء من الهدوء الداخلي، لأنك خلينا نكون صريحين الأموال مهمة في حياتنا ولها تأثير حتى على إيش كثر إحنا نقلق طول اليوم. ما راح يكون عندك قلق إن شاء الله خلال شهر 8، أموركم راح تتعدل، أنت والشريك راح تكسبون القضية اللي أمامكم والمبلغ اللي حاطين عينكم عليه المنصب اللي حاطين عينكم عليه. في توفيق الحمد لله.